وختام سنة بتخلص دايما وبتبدأ سنة جديدة، ومع كل بداية سنة لابد انه يكون الانسان او كل حدا فينا متشوق لحتى يعرف شو مخبيت له السنة الجديدة من نجاحات، من مكاسب او من خسارات، او حتى من علاقات حلوة وتكون مكللة بالزواج. أكيد ليا، وكيف ممكن نكون بطاقة إيجابية تجاه نفسنا وحتى الناس التانيين، وناخد الشيء اللي بيناسبنا لنقدر نعيش بإيجابية قدر الإمكان. اليوم حبينا من خلال شاشتنا نحكي عن هالموضوع ونعرفكم على طاقاتكم، وين رح تلاقوها. ومع السيدة سمر عمران خبيرة الطاقة وعلم الفلك رح نحكي أكثر بالتفاصيل. يسعد صباحك وأهلا سيد وسهلا صباح فيكي. صباحكم، كل عام وانتم بخير. وأنت كيفك ليا؟ بألخير. كل عام وانتم بخير كل عام ليا، وانت بخير مدام اشتقنا لكم. سمر، ونحن كثير اشتقنا لك. الله يخليكي يا اكيد رب. يعني دائما بنودع سنة ما بنتذكر منها غير السيء. ها هي السيء هلا انكسر انتم الشر مثل ما دائما لازم ما بيقولوا. تفكروا بالسيء، تماما، ما تفكروا بالسيء. خلينا لكن نحكي على قولي 2020 او 2020. يعني عم نشوف الناس عم تقول انه رح نبلش 2020، ولا عم تقول بدنا نبلش 2020. اي احلى لا، واي هو طاقة احلى؟ 20 مجموع أربعة، اوكي أربعة يعني معناته نحن السنة فيها رقم أربعة، الأربعة هو رقم الثراء، بيرمز للثراء دائما بأرقام الطاقة، يعني خاصة بس يكون رقم الشخص من نائل على رقم أربعة بيكون معناته أنا بقول له عندك ثراء. بقى السنة في عنا ثراء، في عنا أجر غريبة رح تفوت على سوريا كتير، في عنا تحضيرات كتير حلوة، سنة مميزة رح تكون أفضل من سنة 2019. هلا 19 شوي كانت ركود. هلا أنا بعلم الأرقام نحن اعتبرنا إنه نحن بالمخاض لسانا من 2005 لل 2024، يعني نحن السنة بمراحل المخاض، يعني ما طلعنا. لو كانت 2020 و21 22 23 لل 24 حتى يخلص رقم 8 اللي هو مسيطر على الكون، اللي عاطينا طاقة النحس، بنسميه نحن 8 رقم نحس، هذا اللي هو دخل من 2005 لل 2024. هذا هو السبب نحن بالمخاض لسانا ما طلعنا. يعني لذلك بتشوفي الناس متقلبة متوترة انه شو بده يصير شو بده يصير. ان شاء الله ما بصير غير كل خير يا رب ان شاء الله. يعني حركة الكواكب دائما عم نسمع عنها، خلينا نعرف شوي عن حركة الكواكب وتأثيرها على المزاج العام للإنسان. طبعا لها تأثير كتير كبير، لانه نحن مرتبطين بالعناصر الكون، وخاصة هلا مثلا شوفي بالخريف، مثلا عندك كوكب الزهرة مرتبط بالخريف، ليش؟ لانه مرتبط برقم المعدن 6 و7، دائما 6 و7 هدول للخريف. مثلا عندك الشتاء مرتبط برقم الواحد، لذلك بتشوفي انه انت دائما عندك برد مثلا لانه رقم مائي. عندك مثلا الصيف مرتبط بالنار بالرقم 9، بتلاقي بتشوفي صعود دائما. عندك مثلا الشجر، هلا مثل السنه نحن بناخذ رقم 4، بناخذه على لون الشجر، مش هيك؟ انا شايفتكم لابسين اخضر انتم، انا ايه تفاءلت يوم كثير بالصدفه. فيكم، ها تفاءلت فيكم كثير انه لابسين اخضر، لانه السنه بترمز للون الاخضر وللون الجيش العربي هاي السوري صدناها كمان. انا وليا ايه، انتم لون جايبينها العذراء بالفطره، يعني. انتم بالفطره انتم رحتوا باللون الاخضر، هي سنه لونها اخضر كمان. نعم لا، نعم لذلك نحن الكواكب مرتبطه، مزبوط يعني معك حق زينب، انه تكون مأثره علينا وبتأثر على نفسيتنا وعلى مزاجنا. هلا شوفي حركه القمر اليوميه، مثلا عندك يومين وربع، اذا كان القمر مثلا بالجوزاء بتكون مرتاح الجوزاء، مزعوج القوس بيكون مزعوج الحوت، مزعوج العذراء، بينقل مثلا لبرج ثاني بيكون كمان كل شيء بالمربع بيتضايق، كل شيء بيتضايق صح. بالمثلث بيكون مرتاح. نعم دائما نحن بنشتغل على المثلثات لانه هي اقوى واريح. نعم مدام سمر، يمكن كثير من الاشخاص بيربطوا حياتهم وعامهم الجديد بشو بيقول لهم برجهم، يعني كل يوم بصير عندهم نوع من الادمان، انه انا شو بيقول لي برجي بمشي عليه، انا شو بيقول لي برجي بمشي عليه، وناس ثانيه بتقول لا هذا الشيء هلا كثير في غلط. خلينا نفسر. هلا اختلفت كثير الاراء بهالقصه، يعني نحن بيعتبرونا انه عم نتحشر بالمجهول، هو نحن ما عم نتحشر بالمجهول. هلا مثلا انت عندك توقعات مثلا طقس، يعني اذا انا بقول لك انه مثلا بالليل انت بدك تروحي تنامي، معناته انا نجمت وما نجمت، انا شيء توقعت بديهي. شيء بديهي. لذلك يعني التوقعات اللي عم نشوفها نحن بحركه الكواكب هي علم موجود، هو موجود ومن ايام فيثاغورس بعلم الارقام وعلم الفلك. حتى ديكارت العالم اخذ الفيزياء والهندسه من فيثاغورس بعلم الرياضيات، يعني هي علوم موجوده، بس بقى بتختلف الناس وارائهم، الناس بتامن الناس ما بتامن. انا من الناس اللي بامن صرت. أكيد.
اكيد. طب خلينا نحكي شوي عن هلا اللي كمان نساء الحوامل اللي هلا بدهم يولدوا ب 2020، كيف ممكن هلا اللي كمان بدهم يولدوا ب 2020 طاقاتهم كثير ايجابيه، لانه رح يحكمنا رقم 7. هلا السنه الماضيه كان حاكمنا رقم 8، السنه بيحكمنا رقم 7. رقم 7 رقم الجمال، رقم الحظ، رقم الحلو كثير بتلاقي بالشكل، حتى بيعطينا حافه اذا شخص دخل رقمه بال7 بيعطينا حافه، بيعطي التيب لانه هو مرتبط بالجسم ومرتبط كمان كوكب فينوس، معناته بده يطلعوا جميلين الاجيال الجديده بال 2020. يعني مثلا لازم يولدوا باثنين واحد او واحد هلا اثنين من 2020 حسابات ارقامهم بيكون 7، من رقم 2 من شهر 2 لاخر السنه هن تقريبا بيكون رقم 7. تمام، بس طبعا 7 بس بيختلف الرقم الثاني الرقم الثالث. بس مجموع هلا شوفي طلاب البكالوريا السنه كلهم 7 مثلا، كله ناجح؟ لا مو ما فيك تعتبريهم ناجحين، لانه عندك كل واحد رقم باطني، مثلا عندك 7 على 5، 7 على 2، وعندك الرقم الثالث هو الرقم اليومي، لذلك في 3 ارقام للشخص، بس مجموع الاساسي هو الرقم الظاهر هو 7 للبكالوريا كلهم، وللي بدهم يجوا السنه كلهم كمان رقمهم 7. تمام، مدام سمر يعني دائما بنستنى شو مخبي لنا الفلك مع ختام كل عام، خلينا نحكي شوي عن الابراج، كيف رح تكون السنه؟ كيف رح تكون حركه الكواكب؟ في فتره من الفترات بتكون متوتره اكثر من غيرها؟ ايه في فترات بتكون متوتره، هلا مثلا خلينا هيك نحكي بالتفصيل. هلا مثلا عندنا كوكب المشتري اللي بيقلب كل 12 سنه لبرج، هو بيعطي حظ، مثلا هلا رجع كرر حاله كوكب المشتري ببرج جدي مثل 2008. هلا انا اذا حدا بقول له انت سنتك السنه بتشبه 2008، لانه 12 سنه عمل عمليه دوران كوكب المشتري واجا نقل على الجدي، معناته الابراج الترابيه الجدي، عندك العذراء، عندك الثور، هدول فينا نعتبرهم شوي بالدرجه الاولى محظوظين، بالدرجه الثانيه عندك العقرب، عندك السرطان، عندك الحوت، هدول لانه سنتهم المائي والترابي تقريبا لاخر العقرب سنه. العقرب سنه مال بيكون؟ سنه حركه وانتشار للعقرب، عنده سياره جديده. ديروا بالكم من الابراج الهوائيه، خلينا الهوائيه هلا في منهم الجوزاء رح يكون مستفيد السنه، لانه تحرك المال عنده بالميراث وبالفواتير وبالاستحقاقات، وممكن يكون في قروض عنده. عندك القوس تحرك المال كمان، كان المشتري عنده نقل على بيت ماله، كمان في عنده حركة مال، يعني كمان القوس بيستفيد وبيشتري سيارة. مخرجنا عم يسأل عن ميزان وأسد. هلأ الميزان عنده عقارات السنة، بده أهم شيء بالبيوت وبالعقارات وبالسكن، وعنده عتبة جديدة منهم زواج، ومنهم بيكونوا عتبة نقلة بيت. طب مدام سمر خلينا نقول هيك على السريع، شو بدك كل برج برج، ونبلش بالحمال. هلأ الحمل سنته كتير حلوة، تعامل مع الغرباء والمسؤولين والسلطة، وعنده مناصب وترقيات أكثر شيء السنة، بس بده ينتبه على ماله، لأنه عم يتحرك مشروع كبير عند الحمل ممكن يأثر فيه بعد سنتين. أنا بقول له أنه يا ريت ما سويت هالمشروع لأنه بدك تخسر. نعم. هي بالنسبة للحمل كلمتين. نعم. كلمتين بدك تمام. كل الأبراج كلمتين. طيب كلمتين. الثور السنة عنده أوراق معاملات، عنده استقبال من مسافات بعيدة، بيودع ناس وبيستقبل ناس، وتجارة وربح السنة عند الثور. نعم. الجوزاء عنده مال نايم. أنا طالع الثور ما صح. إيه عنده الجوزاء عنده مال نايم قديم السنة، عنده تعويض، عنده تغيير كثير كبير، عنده مصاري من ميراث، يعني الله. ممكن يكون كان عم يفكر بالميراث من 2006، هي سنة 2020 هي لتحضير بقى ليوقع على الأوراق. السرطان عنده عقد شراكة، منهم بيتزوجوا منهم بيعملوا عقد شراكة عمل جديد. طبعا عم نحكي الإيجابيات، هو لما يتخلى البعض في شيء سلبيات، لأنه بتعرفي اليوم اليومية بتأثر، بس عم نحكي بشكل عام. للسرطان عنده حظوظ، عنده عقد زواج للي وضعه بيسمح طبعا مو للكل، وعندهم عقد ارتباط بعمل، فرصة عمل جديدة، بس بده ينتبه لسا عم يخسر أصدقائه السرطان، ويمكن يكون في مؤامرة عليه السنة. بده ينتبه. أما الأسد اللي هو عنده فرصة العمل السنة، بده يشتغل أكثر من مكان، يعني ما بيعجبه شغله واحده، بده يروح على اكثر من بلد يشتغل، ويمكن يتنقل اكثر من مكان، وبس بده ينتبه على عزه شوي، كانه في حدا بده يخربط له عزه. مثلا نعطيك مثال على الاسد، نفترض بيشتغل بعلم الفلك، بيجي حدا فلكي ثاني بيدخل على الخط وبيخترقه وبيطالعه برا. أيوة. يعني بمعنى اختراق للعمل لبرج الاسد، ينتبه انه حدا بده يسرق له مهنته. بالنسبة للعذراء هو محظوظ كتير، رح يكون عنده ولادة طفل، تغيير مكان إقامة، عنده رزقة بيت، عنده رزقة بالبيوت، وعنده بالعقارات أكثر شيء. نعم. وعنده سفر وتغيير إقامة، يعني نشوفه بغير بلد بده يسافر على متن طائرة، هو والجدي رح يكونوا على طيارة، رح يسافروا بالطيران السنة. في حدا هيك مع بعض
يعني ممكن يعني بيكونوا كثير بيكونوا موفقين مع متوفقين بعض. مع بعضهم، لانه الجدي مع العذراء بيتفقوا كثير مع بعضهم، بيتحظوا الجدي. في اوكي عندك قلنا الميزان، عقارات، بيوت، سكن، عتبه جديده، مشكله بتتعلق بمرافقه مريض او صحه، وممكن يكون السنه عنده قدر، ممكن يعني لا سمح الله يفقد حدا غالي عليه الميزان. اما العقرب اللي عنده انتشار السنه، سيارات، علم جديد، اتصالات كثير، رح يكون عنده سفريات كثيره. طبعا الرحل انا بعتبرها مو هجره، الهجره بتختلف، سفر يعني مشان ما تزعلي، سفرات قصيره كثير كثير رح يعتمدوا عليه للعقرب بالسفر. ويمكن يكون عنده هلا فيني اقول انه في زعل عنده، بس في ولاده طفل كمان للعقرب، بس في زعل عاطفي يعني ما كثير بتلاقيه متحمس السنه للعقرب. اما القوس اللي عنده مصاري كثير رح تيجي، باب رزق مفتوح له بالمشتري ببيت ماله، عنده تغيير اقامه، عنده شغل بغير بلد القوس كمان رح يكون السنه. كمان القوس السنه انا بزعل عليه انه يمكن يغير مكانه او يغير مكان الاقامه والنومه، يعني ممكن يهاجر هو ويترك مثلا زوجته بمكان، او يكون في ولاده طفل تؤدي في جفا بالعلاقه العاطفيه. اما الجدي هو الحظ الاوفر له اللي من بيت الحظوظ، لانه المشتري زاره من 12 سنه ما زاره، السنه عنده حظوظ كثير، عنده مصاري، عنده بيت جديد، عنده تغيير ديكورات كمان نفس الشيء مثل القوس، عنده تغيير بالعقارات، فينا نقول مناصب وترقيات كمان للجدي السنه، بيعطيه قوه وطاقه، لانه السنه الماضيه كان عم يتعامل مع مؤسسات، هالمؤسسه اللي عرضت عليه شغل السنه بتثبته، يعني اذا كان على صعيد عمل ممكن يكون عنده تثبيت الجدي. اما الدلو اللي هو زعلان رح يكون اكثر شيء، بده يعتكف السنه، بده يطول باله شوي، لانه المشتري بيزوره باخر السنه، اول السنه هلا للجدي، لذلك بنشوفه السنه عنده تعبان، عنده شيء عقاري، ممكن مشكله عائليه، بنشوفه كمان زعلان شوي، مؤامره كمان عليه، اكثر شيء تعبان صحيا الدلو. ويمكن انا بشوفه شوي مسكر عليه هالاطار، يعني في تسكير عليه شوي السنه، ممكن يكون عنده هم عائلي، هم عائلي، بس بنهايه السنه في انفراج للدلو. اما الحوت اللي عنده صداقات وعزايم ودعوات ولقاءات ولا رح يهدى، سنه 2020 مميزه، يعني نشوفه بده يزيد وزنه، هلا في عندك زياده وزن للاسد، ويمكن الحوت كمان يزيد وزنه شوي صغيره كثر ما في عزايم من الاكل اللي رح يكون كل يوم غدا، كل يوم عشاء، معارف جديده، معارف قديمه، بيلتقي باشخاص له زمان ما شافهم، ممكن 20 سنه ما شافهم يلتقي فيهم السنه، كمان محظوظ الحوت. نعم، طب كل برج او كل برج له رقم، خلينا نعرف في الارقام كمان للابراج، وخلينا نعرف انه الاكثر حظا بالارقام بعد الارقام. احنا ما فينا نعتبرهم انه هن لهم ارقام، مثلا دغري انت بيت النفس يعني الحمل هو واحد، عندك الثور هو رقم اثنين، عندك الجوزاء ثلاثه، عندك السرطان اربعه، عندك الاسد خمسه، سته مثلا العذراء سبعه، الميزان ثمانيه، العقرب تسعه، مثل مرتبين مثل مرتبين يعني بتعديهم انه هي ارقامهم، بس ارقام الطاقه بتختلف طبعا، بتختلف. هي اللي نحن بنعتمد عليه انا اكثر شيء بعلم الارقام. نعم مدام سمر، يعني بالظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها بتلاقي الناس معلقة آمالهم ومعلقة قراراتهم على أي حدا بيقول لهم أو بيحسب لهم أو طبعا أو هي أو حالة نفسية تماما. بتساعد. خلينا نحكي عن هي النقطة، يمكن يعني الحالة النفسية، هلا أنت مثلا كتير. كل الناس انبسطت إنه قلتي حالة تفائلتي معظم طبعاً الأبراج، طبعا تفائلي بتجيبي طاقة إيجابية لحالك، يعني المفروض واحد ما يتشائم أبدا. تمام، خلينا يعني نحكي عن الحالة، حالة اللي عايشين الناس إنه هن معلقين مصيرهم بشو بيقول برجون او شو بيقول اللي حسب له. هلا مو كل الناس معلق مصيرهم بالبرج، لا، لانه انت في عندك خمس عناصر بالكون، يعني انت بتقولي عندك زواج ممكن يكون مجوز، هو متجوز مثلا، ممكن يزوج حدا اولاده مثلا، يعني انا بدي اعطيكي برج مثلا، ما بقدر انا اعطيكي حلل لك شخصيتك من برجك بس، لانه في عندك برج العربي، في عندك ثلاث ارقام، عندنا خمس عناصر نحن بنعتمد عليها، لذلك انا وقت بدي احاكيكي شخصيا بدي اعتمد على الخمس عناصر، اما وقت عم بحكي بالعموم عم بحكي جزء من هذا العلم، يعني مش لذلك بتلاقي مثلا انه قسم رح يكون مساعد لهم انه وقت بقول حوت او عقرب او سرطان، نعم. بس شو البرج الثاني هو بده يكون بقى بيعرف الشخص. هلا كثير عم بيطالبوا بالكنترول لهيك تشوفي لهم حظوظهم وطاقتهم، خلينا نقول بدك حدا على السريع مثلا مشان يدللنا انا وليا المخرج على الهواء دغري. طيب. جعفر، جعفر يلا 83. لا لسه في كثير يعني ناس. جعفر الوالده، الوالده جعفر، هيفاء، هيك هيفا على الهواء، قولي هيفاء بالهمزة. هيفا بالهمزه هيفا. 83 شهر الثامن حفظناهم. كمان في رهف هلا رقمه 8، رقمه 8 كطاقه بتحسب للكل، بس نشوف شو عنده عناصر.
عنده هون نحن اخذينه كمثال كمان لنعرف كيف مثال. تكون الطاقة. متزوج مرتين جعفر شي، واللي كان خاطب وتارك مو مشكله، بس هلا عنده سفر، عنده انتشار، عنده سيارة، عنده قرض، بده يطالع مصاري من قرض جعفر. السنة الماضية تعرض لغدر مالي، والسنة كمان في عنده غدر مالي بده ينتبه، تعرض لحادث السنة الماضية الله نفذه من الحادث الحمد لله هيك على سلامته، بس أنا عم شوف إنه عنده ولادة جديدة هلا، يا في ولادة طفل قادمة يا أما في حصل الولادة بسنة 2019. حصلت ولادة مزبوط هلا من شهرين، من شهرين خلص، من 40 يوم. هي معناته مغادرة المكان اللي عم شوفه. تمام، لكن مدام منكفيهم تحت الهواء، ولكن خلينا نحكي كيف بيتم حساب على طريقة الاسم، ليش بيتضمن الاسم واسم الام طبعا. واليوم والشهر والسنة. كل رقم، كل رقم له قيمة عددية. يعني مثلا انه نفترض الفا مثلا دغري لها قيمة العددية 8، بدنا نحط 8. مثلا السين 12 مثلا، سي ما بتحطيها دغري بتقسميها. لذلك انا بشتغل على الجمل الصغير مو على الجمل الكبير، مثلا مو على 400 على 600 حتى ارجع اعمل اختزال، ولا اطول بعدين بالقصه. عمليه اختزال سريعه بالارقام، انه الارقام الصغرى هي اللي عم تساعدني اكثر. انه انت مثلا نفترض ليا اللام 6، الياء 10، اللام 6، عرفتي شو؟ لذلك بتحسبيهم بتقسميهم كلهم على 12. تمام، العمليه الاختزال مع التقسيم على 12 بتكون بيطلع رقم. هذا الرقم مثلا مع اسم الام بيطلع برج العربي. في احرف بتكون سيئه على ناس، وفي احرف بتكون ايجابيه على ناس. مثلاً في احرف مثلا بيقولوا اسم سمار هو كثير سيء على شخص. مثلا ليش سيء السين؟ السين لانه انت اول حياتك ضري قطعتي 12 شيء 12 لانه قطعتي، انت ما اخذتي منها شيء للسين. اجينا الميم 4، سكرتي على حاله، سكر على حاله، تضايق بحياته. مجموعهم هو مجموع السم 4 كمان. هي 4. اجينا على الراء 8 مثلا، عندك 4 و8 12، 12 وهنيك 12، معناته ما استفاد من اسمه سمر بالمره. اذا اجينا حللنا الاسم قلنا سين وميم سم، اذا قلنا ميم وراء مر. مرار. يعني بتحسي انه اسم سمر بالحياه، بس مو معناته اذا انا سمر اسمي معناته انا ما نجحت بحياتي، لا. بخلص من اسمي بروح لعند اسم امي، بخلص من اسم امي بروح لعند اسم ابي، بخلص من ابي بروح لعند العيله. لذلك انت بسلسله مترابطه بالكون. يعني دائما، مو دائما الاسم بيكون الاسم لحاله بكفي. لازم يرتبط مع اسم. انا مثلا اسمي خلصته على 30 سنه لانه كل حرف 10 سنين. طيب بعد 30 سنه انا لساني موجوده عايشه، ولا انا على ابواب الستين يعني العمر كله الله يسلمك. معناته اخذت من اسم امي، بخلص من امي اذا امي كمان عمرها قصير مثلا نفترض 30 و30 60، بروح لعند اسم الوالد. بتضلي تمشي هيك مراحل. وكل ما كان اسم طويل كل ما كان افضل. يعني عند الاحرف مثلا لك انا عبد الرحمن، عبد الرزاق، اسم مركب قصدك، اسم مركب افضل لك. يعني هلا عم نلاحظ انه كل الناس هلا كثير مهتمه بعلم الطاقه والاحرف، من زمان ما كانوا هيك. يعني كان الاسم انه اذا كان دارج او شائع يسموه، بس هلا كثير الناس اسم الجدود زينب يعني كان اكثر شيء. هو كانوا يتاثروا كثير باسامي الجد، وكانوا يصير فيها مشكله مثلا، وكانوا يفقدوا اولاده ما يعرفوا شو الاسباب. هلا صرنا لذلك بنعمل عمليه حسابيه. شو افضل الاسماء اللي بتحسيها قويه؟ الاسامي دائما المركبه. المركبه، المركبه هي بتكون طويله، بس بدون ما تختصريها، بدون ما تدلعيها. يعني مثلا عبوده تصير مثلا اسمه عبد الرحمن، تصير تقولي له عبوده، لا غلط، ما بصير الدلع. خلينا الدلع والاختصار للاسم. تماما، هون قبل ما نختم، اسم الدلع قد ايه يمكن هو بيكون او بغير مضر. او ابو فلان، ام فلان، كذا. هلا ام فلان هون اخذت هاله على امها، بس هي اسمها تاخذ دائما الاسم 40 يوم. مثلا اذا انا ولدت طفل سميته بعد 40 يوم بدي اغير له اسمه، ما عاد استفيد شيء لانه سكر عليه على 40. اوكي، يعني انا اسمه بال40 فيني غيره قبل ال40 طبعا. بعد ال40 ما بقى استفيد. لو غيرتي اسمك انا ما بحسب، بسالك شو اسمك الاساسي، شو اسمك على المنادى مثلا. ما في ناس منادى وناس هويه، الهويه ما باخذ فيها لانه ما احد عم ينادي لها بالهويه، عم ينادي لها بالمنادى. باخذ المنادى من هي صغيره. وإذا تغير اسمه على كبر ما باخده على الكبر. أنا عملت تجربة على والدي، عنده اسم 40 سنة واسم 30 سنة، تفاجأت إنه ما زبطت 30 سنة، الأربعين القديمة هي اللي زابطة على اسمه. أوكي. يعني عاملة تجارب بالقصص، بدي أشوف هاي العلم لوين بوصل. أكيد بحر هذا العلم.
أكيد بحر، ونحن دائما هيك بنحاول إنه نطلع على كل شيء جديد بهذا العلم، وأكيد إن شاء يعني الله يا رب دائما الناس في كانت جديد. ناطرة يمكن لسه ليا ما هي حكينا التوقعات الإيجابية. لسه كلمتين هلا بحر هذا العلم، لسه ما أكيد حكينا شيء فيه. أكيد سمار، يعني بدنا نشكرك كثير على المعلومات شكرا اللي كثير أعطيتينا لكم، إياها فرصة وعلى هيك سعيدة لكم، الطاقة الإيجابية اللي شكرا كثير لكم، فرصة نشرتيها. سعيدة وكل عام وانتم كل بخير، عام وإن وأنتي شاء الله بألف سنة خير. جميلة على الكل يا رب، سنة وخاصة خضراء. سنة خضراء، أنا سنة خضراء. تفائلت أشوفكم نفسي أنا ضهر. سنة إن شاء الله تكون خير شكرا كثير وبركة لكم، عليك وعلى تسلموا عائلتك حياتكم، مدام سمار. شكرا شكرا كثير شكرا، لك، وعن جد شكرا على الإيجابية اللي الله أعطيتيني إياها، يسلمك يا وينعاد رب، عليك شكرا بخير. شكرا لكم.